الرئيس السيسي يوجه باستمرار تطوير قطاع الاتصالات. الداخلية تكشف تفاصيل وفاة موظف بسجن طورة بعد إصابته بفيروس كورونا. وضبط قضايا تهرب ضريبي بقيمة أكثر من 8 مليار جنيه خلال شهر. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت. ووجه الرئيس السيسي باستمرار قطاع الاتصالات في تطوير منظومة وبنية الانترنت خاصة لاستيعاب احتياجات الاستخدام الكثيف خلال الفترة الحالية نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد. كما وجه الرئيس بدعم تمويل أجهزة الحاسب الشخصي الحديثة للطلاب إلى جانب استخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ مشروعات قطاع الاتصالات. كشفت وزارة الداخلية تفاصيل ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة أحد الموظفين العاملين بسجن طرة نتيجة إصابته بفيروس كورونا. وقالت الوزارة إن الموظف حصل على إجازة من عمله بتاريخ 17 مايو الجاري للعلاج من أحد الأمراض المزمنة. وأفادت الداخلية في بيانها بأنه خلال تلك الفترة أجرى تحليل فيروس كورونا بمستشفى الحميات بإمبابة، وتوفي إلى رحمة الله قبل ظهور نتيجة التحليل، والذي تبين عقب ذلك إيجابية إصابته بالفيروس. وأوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لتعقيم موقع عمله، كما يجرى فحص المخالطين له للتأكد من سلامتهم الصحية رغم مرور أكثر من 14 يوما على عدم تواجده بعمله. تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط قضايا تهرب ضريبي بقيمة أكثر من 8 مليار جنيه خلال شهر. المزيد في سياق التقرير التالي. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها. وعلى مدار شهر نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية. ففي مجال الإجراءات الاحترازية والخطة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات لفيروس كورونا، قامت وزارة الداخلية بضبط 27,537 قضية تموينية متنوعة، وضبط 77 قضية مقاهي مخالفة، وغلق 21 مكانا لممارسة الأنشطة التعليمية، وغلق 8,184 محلا مخالفا لقرار الغلق. وفي مجال مخالفة قرار الحظر، تم ضبط عدد 141,547 شخص، وعدد 40,862 سيارة، وعدد 3,494 دراجة نارية، وعدد 4,135 مركبة توك توك. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية في شهر عن ضبط 34,471 قضية تموينية متنوعة، من بينها 257 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 24,503 اسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم فيها بأكثر من 3,307,000 جنيه. وضبط 74 قضية مواد بترولية لبيعها في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 909,196 لتر مواد بترولية، إضافة إلى ضبط 305 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 297 طن، وضبط 54 قضية استيلاء على أموال الدعم بمضبوطات بلغت أكثر من 16 طن سلع مدعمة متنوعة. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية 288,282 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 155,784,727 جنيه.
وفي مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة ضبطت أجهزة الوزارة خلال شهر 5064 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة، بلغ حجم التعاملات فيها أكثر من 8,847,000,000 مصرية وعملات أجنبية مختلفة بما يعادل أكثر من 21,792,000,000 مصرية، واخترت مصلحة الضرائب لفحصها. جهود تتواصل ونجاحات لأجهزة وزارة الداخلية في فرض الأمن وكشف غموض الجرائم وضبط مرتكبيها لحفظ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن.